بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي بمدرسة دوحة المعرفة الخاصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد. كما تعودنا في الحلقات الماضية، قبل أن نبدأ في موضوع جديد من مواضيع اللغة العربية، هيا أولا نجب على هذا السؤال. السؤال يقول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. علقت الأم القائمة على باب المطبخ، المنزل، الثلاجة. هل تتذكرون موضوع حذاري يا صغيري؟ الأم كتبت لأولادها قائمة بتحذيرات يجب عليهم ألا يفعلوها. أين علقتها؟ هل علقتها على باب المطبخ؟ أم على باب المنزل؟ أم على باب الثلاجة؟ من منكم يا أطفالي يعرف الإجابة؟ أحسنتم يا أحبائي، علقت الأم القائمة على باب الثلاجة، بارك الله فيكم. واليوم سنبدأ في الجزء الثاني من كتاب أحب لغتي، ومع الموضوع الأول من المحور الثاني أحلامي. هيا بنا يا أحبائي نتعرف على موضوع اليوم من خلال النظر إلى هذه الصورة. هيا تأملوا معي هذه الصورة وقولوا لي ماذا تشاهدون فيها. أحسنتم يا أطفال الصغار، نشاهد في هذه الصورة يا معلمتي طفلا يصنع مركبا من الورق، ولكن كيف صنع؟ تعالوا بنا يا أطفالي نتعرف على خطوات كيفية صنع هذا المركب. هيا أحضروا ورقة مثل هذه، هيا أحضر ورقة، ثم قم بثنيها بهذه الطريقة كما في هذه الصورة الأولى. هيا، هل فعلتم؟ أحسنتم، ثم قوموا بثنيها بهذه الطريقة كما في الصورة الثانية. هيا فعلوا ذلك، ثم قوموا بثنيها من الجانب الأيمن كما في الصورة الثالثة، ثم بثنيها من الجانب الآخر، ثم ثنيها بهذه الطريقة. هل فعلتم؟ إلى هنا هيا نكمل، ثم قوموا بثنيها هكذا، ثم هكذا كما في هذه الصورة، ثم قوموا بفردها كما في الصورة الثامنة. والآن يا أحبائي انتهينا من صنع المركب، هل انتهيتم من صنعه أيضا؟ أليس جميلا هذا المركب؟ أحسنتم يا أطفالي، ننتقل إلى الصورة الأخرى. ماذا تشاهدون في هذه الصورة يا أحبائي؟ نشاهد طفلا يجلس على كرسي أمام البحر ويجلس ويشاهد، يشاهد البحر والسفن. أحسنتم، وهنا هذا الطفل يقرأ قصة. وهنا ماذا تشاهدون؟ يا معلمتي يقوم بصنع مركبا. وهنا هو صنع المركب وأتى لوضعه في البحر.
وهنا ركب المركب في البحر. إذن من يتوقع معي ما هو عنوان النص؟ أحسنتم يا أطفالي، عنوان اليوم يتحدث عن نزار يجوب البحار. هيا بنا يا أحبائي نبدأ في قراءة هذا النص. أطلب منكم الاستماع جيدا لهذه القراءة. نبدأ بالعنوان: نزار يجوب البحار. كان نزار يتمنى أن يملك قاربا صغيرا له شراع أبيض. كان يجلس على الشاطئ يراقب القوارب والسفن ويحلم بالسفر إلى بلدان بعيدة. ذات مساء كان نزار في غرفته يقرأ قصة عن مغامرات بحار، ثم وضع الكتاب جانبا وأخذ يصنع قاربا من ورق له شراع أبيض. وضع قاربه على طاولة قرب سريره وراح يتأمله. فجأة تحرك القارب وقال: أيها الصغير، كنت دائما تتمنى قاربا له شراع أبيض، ها أنا حاضر، قم فخذني، خذني إلى البحر وسترى كيف أتحول إلى قارب حقيقي. هيا نكمل. حمل نزار القارب إلى البحر ووضعه في الماء، فكبر كثيرا وامتلأ بالهواء وبدأ ينزلق على سطح الماء. فأسرع نزار وركب فيه مسرورا. طالت الرحلة وأحس نزار بأنه ابتعد كثيرا عن الشاطئ، فشعر بالوحدة وقال: أيها القارب، كفى، عد بي إلى البيت. لم يرد القارب وتابع الرحلة. صرخ نزار: أرجعني، أريد أن يأتي معي أهلي وأصدقائي. لكن القارب مضى في طريقه وكأنه لم يسمع. فأخذ نزار يصرخ ويطلب النجدة من أبويه. نكمل الفقرة التالية. وصحى من نومه ليجد أنه قرب أمه وأبيه، والقارب الورقي ما زال على الطاولة. أخذ نزار القارب الصغير ومزقه، فسألته أمه: كيف تمزقه وقد أمضيت وقتا في صنعه؟ فأجاب نزار: أريد أن أصنع قاربا كبيرا يتسع لنا جميعا يا أماه، كي لا أسافر وحدي في البحر الكبير. والآن انتهينا من قراءة هذا النص. الكاتب لهذا النص هو محمد عبد العظيم. من الذي كتبه يا أطفال؟ هو محمد عبد العظيم، هو من كتب هذا الموضوع، وهو نزار يجوب البحار.